حول اليمن إحاطة مارتن جريفيث تحديدا المبعوث الأممي إلى اليمن. ولكن الحالة لا تزال هشة، وأكرر من منبري هذا دعواي إلى وقف الهجمات على مأرب فورا وبالكامل، واسمح لي أيضا أن أعرب عن انشغالي إزاء الحالة في الحديدة. ففيما زملائي في بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة يثابرون في بذل الجهود لإعادة تنشيط لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكذلك الآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة، فإن الحالة العسكرية والوضع العسكري في مدينة الحديدة ومحافظة الحديدة لا ينفك يتردى وبشكل كبير منذ إحاطة الأخيرة أمام هذا المجلس. وفي أثناء الأسبوع الأول من أكتوبر تشرين الأول اندلعت المناوشات والاشتباكات في جنوب الحديدة، لا سيما في الدرهمية وفي منطقة وحي حايس، والتي تطورت إلى اشتباكات عنيفة منذ وأعنف اشتباكات منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 والذي ضحى ضحيتها الكثير من المدنيين. أما البعثة وأنا شخصيا فنحن قد انخرطنا بشكل مكثف مع الطرفين كليهما وأصدرنا نداءات عامة لوقف الصراع، وبعد ذلك فإن الحالة تبدو في شكل من أشكال الهدوء الحذر، وأتمنى على الطرفين أن يحافظوا على ذلك الهدوء وأن يتجنبوا تماما تعريض المواطنين للخطر. سيدي الرئيس، أود أن أعلق على الوضع في تعز. في تعز ذلك المكان التاريخي، تلك البقعة التاريخية من اليمن التي عانت كثيرا إبان السنوات الخالية، إذ كانت أرضا وساحة للمعركة، ومن يعيش هناك قد عاشوا في هذه المنطقة منطقة حرب لكل هذه السنوات. نحن في حاجة ملحة إلى حل لليمن بالطبع، ولكن أيضا لكي نكسر هذا الجمود في تعز. هذا الحل ينبغي، أو مثل ذلك الحل ينبغي أن يجمع كل الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والمجموعات النسوية، إذ إنهم نشطون للغاية في تعز، وذلك للإسهام في مصالحة وكذلك لإنقاذ أولئك الذين يعانون في تعز. وبالطبع هذا يكتسي أهمية كبيرة. والآن سيدي الرئيس أود أن أعرج على نقطتين أخريين فيما يتعلق بالحيلولة، اتخاذ إجراءات سريعة للحيلولة دون المزيد من المعاناة في اليمن. في بعض المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله ثمت آثار ضارة ووخيمة على السكان المدنيين، إذ إن الأسعار لا تنفك ترتفع، هذا بالإضافة إلى الضرر الذي أصاب الخدمات الحيوية. وحكومة اليمن في الأيام القليلة الماضية قد أفرجت عن عدد من سفن الوقود لدخول الحديدة هذا الأسبوع، وهذه خطوة إيجابية، ولكننا في حاجة إلى حل توافقي ومتفق عليه، ونحن نعمل مع الأطراف لأشهر وأشهر، وذلك للاتفاق على مجموعة من الترتيبات تضمن التدفق غير المعوق للوقود داخل المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله. وأنا أهيب بالطرفين بأن يجنبوا اختلافاتهم وأن يتفقوا على حل وعلى سبيل للمضي قدما. ثانيا، فيما يتعلق بناقلة النفط صفر، بالطبع أنا أنوه بالرسالة العامة والجماهيرية الإيجابية الصادرة عن صنعاء في بشأن هذا الصدد، شكرا جزيلا. ولن أكرر ما قاله مارك وأنا في عدد من المناسبات أمام هذا المجلس بشأن الأهمية القصوى لمنح إذن للأمم المتحدة بتقويم هذه الناقلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أوليا. جميعنا يعلم أن هذا أمر جد مهم وجد خطير، فشعب اليمن الآن معرض للخطر وبات الأمر أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. سيدي الرئيس، منذ 20 عاما
مرر هذا المجلس القرار رقم 1325، وهو قرار معلمي معني بالمرأة والسلم والأمن، يقر بمساهمات المرأة في السلام وكذلك الآثار غير التناسبية التي تتجشمها المرأة والفتاة نتيجة للنزاعات المسلحة. وفي اليمن كما هو الحال في مختلف الحالات الأخرى، فإن النساء يعملن بلا كلل ولا ملل، وغالبا ما يعملن وراء الكواليس، وذلك لوقف الحرب والحد من العنف ولبناء السلام. يفعلن ذلك بغض النظر عن كل المغبات وكل المعوقات التي يشهدنها، ويعملن على الإفراج عن المحتجزين أيضا، وذلك وبالرغم من كل الظروف التي تهدد حيواتهم. ولذا فإنني أذكر الأطراف كافة بهذه المناسبة بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لحماية المرأة والفتاة، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان من كل أنواع وأشكال العنف. كما آمل أن ينصتوا إلى هذه الدعوة، وأن ينصتوا إلى دعوة المرأة اليمنية، تلك الدعوة التي لا تنفك المرأة اليمنية تطلقها من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل. ولقد سمعت ذلك بالأمس في الرياض، فهن لا يدعون فقط للسلام ولكن سلام منصف وعادل، وأدعوهم جميعا إلى أن يعززوا المشاركة المجدية للمرأة، بما في ذلك كفالة ما لا يقل عن 30% من التمثيل للمرأة في مفاوضات في وفود التفاوض. وإذ يذكرنا هذا بالسجل المهم للحوار اليمني، الحوار الوطني اليمني، إذ إن المرأة كانت أيقونة 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 في الحوار الوطني اليمني. وأخيرا سيدي الرئيس، أود أن أحيلكم ربما وأتحدث قليلا عن السنة الدراسية في اليمن، وكمثال فقط على كلفة الحرب. علي أن أقول ذلك لكم سيدي الرئيس وللمجلس من خلال القراءة حول مدرسة واحدة فقط في تعز، إذ إن الأطفال يخاطرون بأرواحهم للذهاب إلى المدرسة، فعندما يذهبون إلى المدرسة إذا ما توفرت لهم المواد على الإطلاق، وحيث المدرسون أنا متأكد أن المدرسين يخاطرون أيضا بحيواتهم وبأرواحهم، هذا كفاح، هذا الكفاح لمواصلة التعليم بالنسبة للأجيال المستقبل هو أمر ملفت ومذهل في خضم ذلك الصراع، بل إنها شهادة على أن الأسرة اليمنية وعلى الرغم من المحنة التي يمرون بها يحرصون على تعليمهم.